يا رجل استحي استحي والله استحي استحي. انت الان يعني دقنك يبين انك كبير في السن، عقلك ما زال صغير الى هذه الدرجه. هو المنشور مكتوب من مسلسل ظن كوبرا، مكتوب مسلسل كوبرا القادم يوم 18 يناير. كاتبين ان الله في كل مكان وزمان. طبعا الاشاعره يقولون ان الله بلا مكان وان الله ليس في السماء بذاته. نعم أحسنت. ويقولون الله بلا مكان، موجود بلا مكان. سبحانه الذي تنزه عن المكان. ليس في السماء. مش ليس في السماء. هذا هو الكذب الذي يجعلك تعرف مدى بطلان هؤلاء الخوارج وأكاذيبهم. هذا الذي يزعلك، هذا الذي يزعلنا، الكذب. ما قالوا أن الله ليس في السماء، في السماء بذاته. نعم وضحها في بداية الأمر، قالوا أن الله ليس في السماء بذاته. نعم هكذا قل، قل أن الأشاعرة يقولون هكذا، لكن لا تقول أن الله، أن الأشاعرة أو أهل السنة والجماعة الصوفية الماتريدية يقولون بأن الله ليس في السماء، لا تقل هذا، أو لم يستوي على عرشه، لا تقل هذا، لأنك كذاب، والكذاب ملعون بنص القرآن. إنما قل لا يقولون بأن الله في السماء بذاته، ليس، لا يقولون بأنه على العرش بذاته. هنا سأقول لك نعم صدقت. هل الذين يكتبون في التعليقات يوافقون الأشاعرة والماتريدية أم يوافقون أهل السنة؟ هذا الأول. طه الأندلسي: الله موجود فوق عرشه وفوق السماوات، هذه عقيدة الإسلام. هذا كلام، هذا الكلام في هذا الفيلم طبيعي، يبرهن فساد هذا الكلام. حسام: كل دول سلفية هم الفين الحلولية يا جدعان. يقصد يعني كل التعليقات سلفيين، معقول ما فيش ولا واحد من الأشاعرة في التعليقات؟ وين السلفية الآن في التعليقات؟ أكثر من 1800 تعليق. وين السلفي؟ وين السلفي؟ خالد أحمد: الرحمن على العرش استوى. طبيعي. عبد الرحمن: الرحمن على العرش استوى. سبحانه. كلامنا: الله مستوى على العرش. كل هذا الكلام يخالف كلام الأشاعرة. شوف شوف، لا 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 لا، إلا الكذب، إلا الكذب يا زين، إلا الكذب. لا تكن كذاب، لا تكن كذاب، تلعن إلى يوم القيامة. أنا أنصحك ألا تكن كذابا ملعونا. لا تقول كل هذه عقيدة تخالف عقيدة الأشاعرة، لا. أتحداك أن تأتي بتعليق واحد، ائتني بتعليق واحد سلفي وهابي حقيقي يقول بل الله في السماء بذاته، بل الله على عرشه بذاته. هذه نقول لك والله هذه التعليقات تعليقات سلفية وهابية من الخوارج. نعم نقول لك هذه تعليقات سلفية وهابية، لكن تأتيني بتعليقات أهل السنة والجماعة، هذه تعليقات أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدي. محمد الفاتح: الله على العرش وفوق سماواته. محمد الفاتح كاتب الآية الكريمة: الرحمن على العرش استوى. سبحانه وتعالى. أحمد عبد العزيز: هذا كلام ممتع، لو كان الله في كل مكان لكان داخل كل مكان نظيف وغير نظيف. أستغفر الله، ربنا فوق عرشه. أحمد الحاوي: الرحمن على العرش استوى. يوسف: شوف، حتى هذا الأخير الذي قال ربنا فوق عرشه، ربنا فوق عرشه، الفوقية والعلو عند أهل السنة والجماعة لازمة في حق الله سبحانه وتعالى، فهو فوق عرشه بقهره، فوق عرشه بسلطانه. شوف كيف الفوقية، لا ننكر الفوقية ولا ننكر العلو، لأنه من أنكر الفوقية أو مطلق الفوقية ومطلق العلو كفر، كفر. هذه عقيدة أهل السنة الأشاعرة والماتريدية والصوفية، لكن لا نخصص ونؤول الفوقية والعلو بذاته، نقول علو مكان. ها هنا خصصت، هنا الآن أولت. يهربون من التأويل وبعدين رجعوا يؤولون، يقول لك التأويل يعني أن المؤولون معطلون، وهم المؤولون. حمزة بن عبد الرحمن: الله تعالى في السماء مستوى على عرشه. سبحانه. آدم: الله تبارك وتعالى في السماء مكانه فوق عرشه بائن من خلقه مكانه. هذا تعليق وهابي. هو سبحانه على العرش استوى فوق سبع سماوات. شوف مش عقيدة أهل السنة. هذا من جانب. الجانب الثاني، هذا يدل على أن خوارج السلفية الوهابية كما قلت لك مثل الكلاب المسعورة، يعني حتى الفيديو الذي هو مسلسل راحوا هجوم عليه، تمام، مع أنه مسلسل. الأشاعرة والماتريدية ما يتفرقوا مسلسلات يا صاحبي. إذا كان مسلسل إسلامي بحت، إسلامي يدعو إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إسلامي
صوفي كمسلسلات عثمان مثلا، أرطغرل، يعني هذه هي المسلسلات التي ربما بعض أهل السنة والجماعة ينظرون إليها، لكن مش كل المسلسلات، تمام؟ وليسوا كما قلنا لك، كما قلت، ليسوا بالهجوميين سيهاجمون الفيديو. نباح نباح نباح. أيضا كاتب الله فوق سبع سماوات مستوى على عرش، سبحانه مراد الرحمن على العرش استوى، سبحانه ما يدور في كل مكان وزمان، سبحانه وتعالى، لقوم يوقنون الله تبارك وتعالى فوق سماواته عال على خلقه، كما نقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى. عقيدة أهل السنة الأشاعرة ما يتريدين. الله في السماء مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان، عقيدة أهل السنة. محمد نجيب، الله يهديك، الله في السماء. محمد يقول وفي الأرض أيضا. إبراهيم يقول الله عز وجل على العرش استوى وقدرته في كل مكان. الغيث الشامي، الله سبحانه يرانا ويسمعنا في كل مكان، علمه في كل مكان، وقادر على كل شيء في كل مكان وزمان، وهو فوق كل شيء، فوق السماء، وأكبر من كل شيء، ومرتفع عن كل مخلوقاته فوق عرشه سبحانه. هذه كلها التعليق الأخير هذا، ومرتفع، ما فيش حاجة جاءت مرتفع في قول الله ولا في سنة رسول الله. يا أحباب، الابتداع في دين الله خاصة في أصول العقائد لا تجوز شرعا، قد تخرجك من ملة الإسلام وأنت لا تشعر. لماذا تزيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، والمسألة من أصول العقائد؟ هنا الخلاف مع خوارج السلفية الوهابية، فانتبه أن تقع في وحل المروق من دين الإسلام ووحل التشبيه والتقسيم وأنت لا تشعر. يعني عند المتطرفين من الأشاعرة الماتريدية هؤلاء الكفار، قول واحد عند المتطرفين. المتطرف أنت الآن الذي تكفرهم. نحن ما نكفر من قال بذاته. الشخص الذي قال سابقا بذاته هذا نقول له كفر والعياذ بالله، لأنها عقيدة الكرامية. وقولك كذلك أنت حينما قلت في بداية الفيديو بذاته والعياذ بالله كفر. هذا أمين أظن اسمه، لا زال في التعليقات، قدرته في كل مكان ولكن هو ليس في كل مكان، سبحانه. حسن يقول الله هذا من أهل السنة، استوى على العرش. شوف اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة يقفز من فوقه كل مكان ومحيط بكل شيء. هذا ام دي زادت الإضاءة يا زين محمد. إن الله موجود في السماء وعلمه في كل مكان. عيسى الزواوي، الله موجود في السماء. إيش موجود في السماء؟ هل الله قال وهو الله موجود في السماء؟ هل كلمة موجود هذه وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ إذن لماذا تبتدعون ما لا يرد لا في الكتاب ولا في السنة؟ هذا هو الضلال والانحراف والشذوذ والمروق من دين الإسلام، الزيادة في كتاب الله ما لم يرد لا في كتاب الله ولا حتى في سنة رسول الله. سماء الرحمن على العرش استوى. عبد المنذم يقول الله عز وجل مستوى على العرش فوق سبع سماوات وعلمه في كل مكان، سبحانه وتعالى. يوسف بن عوض يقول بل الله فوق سبع سماوات مستوى على العرش استواء يليق بجلاله محيط بالزمان ومكان. بالمناسبة ركزوا على التفاعلات على التعليقات كلها، أحببت أولئك. شوفوا التعليقات كلها، شوف أحببت أولئك، يعني ما فيش أغضبني أو أضحكني وكذا، يعني واضح أن الأشعار لا وجود لهم هنا. يعني من الذي يعلق على يعطي له اللايك أو يأيدهم مثلا؟ صاحب القناة، صاحب المسلسل. مين في التعليقات هنا؟ طيب أين وصلنا نحن؟ وصلنا في يوسف الآن. الله مستوى على عرش، هذا عنده أهل السنة الآن السواد الأعظم بالتعليقات. يعني تصور أن الواحد منهم قد يكون معه 10 حسابات ويعلق 10 تعليقات، هو شخص واحد، افتهم لك. تابع. أحمد شاكر، ربنا سبحانه في السماء وعلمه في كل مكان. هذه مكتوب تقريبا زينوبة. زين. مبارك الذي أنثى ذكر اسمه. مش واضح لكن واضح أيضا الكلام أنه موافقة للسلفية الوهابية أهل السنة. عصام الناس الفاسي
يقول الله جل جلاله في السماء على العرش استوى، هذا واضح انه ليبي لان رايت الحاسب. مصطفى فراج، الرحمن على العرش استوى. ايضا محمد يقول الله على العرش استوى محيط بنا بعلمه وسمعه وبصره. ادم يقول الله في السماء وليس في كل مكان. عائشه محمد تقول الله في السماء مستو على عرش، على العرش يحيط بعلمه كل شيء. سبحان علي يقول الله عز وجل في السماء مستو على العرش وعلمه محيط بجميع المخلوقات. عبد الرحمن يقول التعليقات، يعني سعيد من التعليقات، كل عقيده سليمه وليست هذه العقيده الاشعريه. لا ما عندهم ان الله في السماء. رجع للكذب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا بعض التعليقات التي قلنا قال صاحبها بذاته وحدد بذاته. أما الذين قالوا موجود، هذا كذلك ربما يعني متأثر بالعقيدة السلفية الوهابية، لكن لا نستطيع أن نقول كافر إلا ما حينما يقول بذاته، يعتقد أن الذات الإلهية في مكان معين، في السماء، في الأرض، في العرش، أي مكان تصفه بالمكان مثل الجهمية والكرامية فأنت كافر، مشبه، مقسم، ما نفعل لك، أنت اللي كفرت مش نحن اللي كفرناك. تمام؟ فما تقولش هذه ليست عقيدة أشعرية يا زين، دعك من الكذب، كن صادق أقل حاجة في طروحاتك، ما تكون كذاب. السماء بذاته وكذا، هذا كله كلام كفر عندهم. أيوه بذاته عندهم يا كفر يا بدعة، المتطرفون منهم يكفرون. المتطرفون صار الآن لما أهل السنة والجماعة يكفرون المقسمة متطرفون، لكن هم الذين يكفرون أهل السنة الأشاعر والماتريدية بالسنن مش متطرفين، لا هنا هم على حق. يقول لك من استغاث برسول الله فهو كافر، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من توسل بالنبي فهو كافر، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تبرك بالأولياء والصالحين والأنبياء فهو كافر. كل هذه العقائد ولا، أو مسألة أن الله ليس بذاته في السماء، عندهم كافر كذلك، ليسوا متطرفين. قل لك ازدواجية ونفاق في وجوه هؤلاء الخوارج. بارك أحمد، الرحمن على العرش استوى، الله فوق سبع سماوات. على محمد حشكيل، الله مستو على عرشه يعلم ما كان وما سيكون. ثائر يقول بل رفع الله إليه، الآية واضحة والرفع يكون للأعلى. حمزة، الله فوق عرشه. هذا نقدر نقول مقسم مشبه. الله في السماء على العرش استوى. محمد ناصر، سبحانه، نقاط مبهجة فعلا. محمد أحمد، الله في السماء وعلمه في كل مكان. صفية إبراهيم، تبارك الله على أهل السنة جزاكم الله الجنة. إكرام تقول الله في السماء على العرش استوى، والذي بعده الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، هذا محمد شريف يقول. عبد الرحمن محمود، الله فوق سبع سماوات. مصطفى، الله في السماء. مصطفى آخر يقول الله فوق سبع سماوات. محمد فلاحة، الله في السماء. محمد سيد جاد، الله عز وجل في السماء. بكر أبيها، الرحمن على العرش استوى. مروان يقول الله مستوى على العرش. محمد أشرف، الرحمن على العرش استوى. لاحظوا يا أحباب أن التعليقات كلها وأغلبها إلا ما قلنا ما رددنا عليه وبينا أنه من خوارج السلفية المقسمة، التعليقات هذه يا أحباب هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هم ينطقون بكلام أهل السنة والجماعة، وربما فيهم الكثير من الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، لأن الكلام كما قلنا كله الرحمن على العرش استوى، آية في القرآن، الله في السماء آية في القرآن، كذلك الله في الأرض آية في القرآن. في الأرض ستقول بعلمه، وفي السماء لن تقول بسلطانه وقوته وقدرته. شوف كيف الازدواجية عند خوارج السلفية الوهابية. فأنا أريد أن أوضح، يعني تنبهوا للدسيسة من هذا الوهابي الخارجي زين خير الله. ما يقوله الآن هو يريد أن ينتشر على أن أصحاب التعليقات يقولون أن تعليقاتهم والعياذ بالله موافقة لتعليقات خوارج السلفية الوهابية،
ويقع فيهم أن الله بذاته في السماء والعياذ بالله، وهي عقيدة كفرية، عقيدة مارقة من دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأنهم يمرقون من الدين، هؤلاء الشباب الوهابي السلفي، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مروقهم من دين الإسلام بسبب عقيدة الكرامية التي ينتهجوها. الثاني يقول ربنا سبحانه في السماء، أنا ما حاولت أن أتيكم بكلام من هنا وهناك، لا، منشور واضح الكلام على العقيدة، ما في تعليق واحد ظهر فيه أشعري. وين الأشعري؟ لأنهم القلب. الأشعري إيش بيقول بالتعليق؟ سيقول بل الله الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، الله في السماء وهو كذلك في الأرض. شوف، حينما نقول نحن الله في السماء نجزم ونقول وهو في الأرض، لماذا؟ لأنه ليست عقيدتنا المكان لله، فحينما نقول أن منزه عن المكان، إذا نقول الله في السماء بسلطانه وقوته وقهره، وفي الأرض بعلمه ومعيته، وكذلك بسلطانه وقهره، فهو في كل مكان بسلطانه وقهره سبحانه وتعالى. لا يوصف بالمكان إلا الحادث، إلا المخلوق، حينما تصف الخالق بأنه ذو مكان وفي مكان، فأنت وصفته بأنه مخلوق وحادث. باختصار، أنت وصفت ربك بأنه مخلوق وليس خالق، وبأنه حادث وليس قديم سبحانه وتعالى. القلة يا شاعر، هذا هو الواقع في الوقت الحالي، هم القلة، هذا أمر واضح. لذلك هم يعني جن جنونهم للأسف، لا شاعر جن جنونهم، صاروا يعني يبدعون الوهابية وعن محمد بن عبد الوهاب، صاروا يشتمون ويسبون شخصيات كبيرة منهم. يعني تعالوا وانظروا إلى التعليقات عندي في القناة، وانظروا إلى نباح وصياح خوارج السلفية الوهابية الذين يجندونهم من أجل الثرثرة، ومن أجل يعني إصدار النباح والتشويش على المتابعين. خوارج السلفية الوهابية ينتهجون منهج النباح في التعليقات والصياح والثرثرة والهجوم مثل الكلاب المسعورة، من أجل يشوهون على المتابع والمشاهد، هذا هو هدفهم فقط. فتجدهم يهاجمون مثل الكلاب المسعورة، تهاجم حينما ترى ضعف في نفسها وترى الذي أمامها ذو قوة، فيهاجمون هكذا كلهم. فهم يهاجمون أهل السنة والجماعة في التعليقات من أجل يحصل تشويش لعقل والمتابع الأحمق الساذج الذي لا يفهم أهل السنة والجماعة، لم يجالس أهل السنة والجماعة. الكثير اليوم ربما ما جالسوا أهل السنة والجماعة، منشغل بحياته، منشغل بسوقه، منشغل بتجارته، يسمع عن الدين أو يسمع في الدين من خوارج السلفية الوهابية ربما، أو من الإعلام، ومنهم حتى من يستمع إلى الوهابية والسلفية والصوفية والأشاعرة، كلهم يستمع إليه. تصور، في من الناس من المسلمين من يستمع إلى الجميع، مخبوط عنده. أرجو أن يصحح هذا الكلام دكتور طارق السويداني، ويعني يخرج ويعتذر عما قاله. في الأخير أقول بل صحح أنت عقيدتك يا زين خير الله، وصحح منهجك، وصحح فكرتك عن أهل السنة والجماعة، فهم السواد الأعظم، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الأكثرية والأكثر بحمد الله تبارك وتعالى، سواء في الشرق الأوسط أو حتى في بلاد ما وراء العقب. اذهب إلى باكستان، اذهب إلى أفغانستان، اذهب إلى الشيشان، بلاد ما وراء النهر، ستجد صوفية، أشاعرة، صوفية ماتريدية. اذهب إلى تركيا، اذهب إلى ماليزيا، اذهب إلى أندونيسيا. أما في الشرق الأوسط فهم في الأغلبية أشاعرة صوفية، أشاعرة وليس ماتريدية، الماتريدية قلة. وبلاد ما وراء النهر أو في بلاد العقب الماتريدية أكثر من الأشاعرة، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعري، مؤسس المدرسة الأشعرية، كان في الشرق الأوسط في العراق. والإمام أبو منصور الماتريدي، وهو إمام جهبذ من أئمة السلف مثل أبو الحسن الأشعري، انتقل إلى بلاد ما وراء النهر ونشر مذهب
الصحابة وخيار التابعين وخيار تابع التابعين، وصارت مدرسته مشتهرة بالمدرسة الماتريدية. هذا كل ما في الأمر. أما تأتي تقول لي أن الأكثرية من خوارج السلفية الوهابية في التعليقات ولا حتى في المشاهدات، يا رجل استحي استحي والله استحي استحي. أنت الآن يعني دقنك يبين أنك كبير في السن، عقلك لا زال صغير إلى هذه الدرجة، عقل واحد طفل. يا رجل اتق الله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.